صباح الخير يا هايدي. أصحى صباحك يا رشا، كيفك؟ تمام، وانت كيفك؟ تمام، دائما بنقول الحمد لله على كل شيء بحياتنا. يسعد صباحكم مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كنتم مرافقين. صباحنا لليوم، بداية نهار حلو لكم وبداية أسبوع يحمل لكم كل الخير، الصحة والسلامة والرزقة الكريمة، ودائما نكون هيك مع الناس اللي بنحبهم بحياتنا، الناس اللي دائما بحسسونا أنه نحن إلنا أهمية بحياتهم، الناس اللي دائما بخلونا نحس أنه نحن بكرة قادرين نعمل شيء رغم كل شيء مرقنا فيه. مشوارنا الصباحي بلش معكم وكالعادة اليوم ضيوفنا من مجالات مختلفة، وأكيد حيكون لنا جولة بالمحافظات السورية لنشوف آخر أخبار أهلينا وأهم الفعاليات ضمن المحافظة، وأيضا حنروح بوقفة للمتنبئ الجوي. شفنا مبارح هايدي كان في عاصفة، للأسف كان صحيح. في أضرار بشرية ومادية، نقول بردا وسلاما لسوريا الحبيبة. أكيد أمين، ورح نعرف أكيد تفاصيل أكثر مع المتنبئ حسان الجردي، ولكن صباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية من وين ما كنتوا عم تتابعونا. بداية أسبوع جديد ونهار جديد، وأكيد أمنياتنا دايما لكم اليوم وكل يوم بصباحنا أنه يحملكم هذا النهار كل الخير والصحة والرزق وراحة البال وكل الشغلات اللي بتتمنوها بحياتكم. مشاهدينا نحن بنترافق معكم لمدة ساعة ونص من الوقت بالعديد من الفقرات المتنوعة، ولكن مثل العادة خلونا نطلع سوا لفاصل صغير وراجعين، وخلونا نروح ضمن ذاكرة الأيام ونشوف اليوم أهم التواريخ اللي حفظتها ذاكرة التاريخ وتسجلت بمثل هذا اليوم. اليوم 27 نيسان، كتير من الأحداث يلي تسجلت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. عام 711، طارق بن زياد ينزل إلى الأندلس بعد أن عبر البحر المتوسط، وذلك لغزوها بعد الاتفاق مع يوليان حاكم سبتة. عام 1876، إعلان الملكة فيكتوريا إمبراطورة على الهند. في عام 1810، لودفيج فان بيتهوفن يضع معزوفة البيانو الشهيرة بالألمانية. وفي عام 1981 شركة زيروكس تطرح فأرة للكمبيوتر لأول مرة. وفي عام 2005 طائرة الركاب العملاقة إيرباس A380 تقوم بأول تجربة طيران. ومن الوجوه يلي أبصرت النور في مثل هاليوم من عام 1791 سامويل مورس مخترع أمريكي، وبعام 1891 سيرجي بروكوفييف مؤلف موسيقي روسي. ومن الوجوه يلي غيبها الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1521 فرناندو ماجلان مستكشف برتغالي. وأكيد مشاهدينا من روزنامة التاريخ خلونا ننتقل مباشرة لفقرة هل تعلم، وأكيد مجموعة من المعلومات اللي عم تكون موجودة ضمن صباحنا ممكن منعرفها أول المرة الأولى عم نتعرف عليها، خلونا نتابع سوا وراجعين. بداية معلومتنا لليوم من دراسة بتقول بأنه النساء بينجذبوا بشكل أكبر إلى الرجال النرجسيين وذوي السلوك العدواني والهجومي. فإذا كنت رجل لطيف ومهذب جداً، هناك احتمال بأنه تتجاهلك النساء. هل تعلم بأنه المرأة يلي بتشرب كوبين من القهوة يومياً هي بتحاول تجنب الاكتئاب وبتعيش حياة مستقرة وبتكون أكثر إقناعاً بنقاشاتها؟ هذا الشيء تبين وفق بحث علمي أجري على نماذج من النساء. وهل تعلم أيضاً بأن الأشخاص الذين يبدون دائماً أصغر من عمرهم الحقيقي، هؤلاء تحديداً بعيشوا حياة بدون توتر وبملكوا احتمال أعلى للعيش إلى غاية 100 سنة وفقاً للدراسات؟ فيبدو أن امتلاك وجه وشكل طفولي هو في الحقيقة نعمة وليس نقمة كما يظن البعض. معلومتنا الأخيرة بتقول بأنه في منتصف الليل قبل النوم مباشرة كثير من الأشخاص ممكن يشعروا برغبة حقيقية لتغيير حياتهم، وبتصدر عنهم وعود لتغيير كثير من الأشياء يلي ممكن تكون جزء من شخصيتهم، لكن سرعان ما تتلاشى الوعود والقرارات في الصباح.
لذلك المشاعر الليلية تعد من أكثر المشاعر يلي بتخذل الإنسان. وأول تقاريرنا لليوم رح نروح لأداء وتفاعل للجمهور يشهده دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية خلال عرض الفيلم السينمائي يومين ثنائية الانسجام، وللمرة الثالثة بين التأليف والإخراج تساهم في إنجاز فيلم سوري بامتياز. خلينا نشوف باقي التفاصيل ضمن التقرير التالي. أداء وتفاعل للجمهور يشهده مسرح دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية خلال عرض الفيلم السينمائي يومين وسط حضور كبير. عملنا هذا الفيلم الثالث اللي هو بيحكي بشكل خاص عن مسألة التفكك الأسري، إنه التفكك الأسري لوين بيودي، على أي أخطار بيودي. شوفي قلبي، العائلة هي لبنة أساسية ببناء وطن سليم. لما هاللبنة بتتفكك تفكك الوطن كله. كان بهمنا بهذا الفيلم، فيلم يومين، إنه نحكي حكاية حلوة للناس، حكاية خلينا نقول للعائلة، الناس يشوفوها، العائلة تشوفها، الأطفال يشوفوها ويستمتعوا فيها ويتفاعلوا معها، وبالآخر رح توصل، أنا متأكد، الشيء اللي حبينا نقوله عن أهمية الأسرة وأهمية الحفاظ على الأولاد وقضية العنف الأسري. كل هي القضايا أعتقد نوصلت من خلال الفيلم. الجمهور متعطش دائما وأبدا للأفلام، للسينما، ليشوفوا شو آخر الإنتاجات، ليشوفوا الأفلام السورية ورسائل. الفيلم تدور أحداثه حول قصة اجتماعية بأسلوب خاص يجمع بين الحزن والفرح، والأسرة محورها. الفيلم كان بيحاكي جانب إنساني بظل هاي الأزمة اللي صرنا بنفتقد لكثير من الجوانب الإنسانية فيها. كان الفيلم ممتع، الممثلين كانوا رائعين صراحة. الفيلم كتير حلو، ما شاء الله الأستاذ باسل الخطيب أبدع، الأستاذ رنا شميس كمان أبدعت، الأستاذ وريد لحام أبدعوا، إن شاء الله من نجاح لنجاح أكثر يا رب. ثنائية الانسجام وللمرة الثالثة بين التأليف والإخراج تساهم في إنجاز فيلم سينمائي سوري بامتياز. رح نعرف أكثر مشاهدينا إذا في أي جديد اليوم بالتحضيرات للامتحانات، وبسعدنا أنه يكون ضيفنا لليوم الأستاذ سليمان اليونس مدير تربية دمشق. صباح الخير أستاذ. أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ خلينا نعرف من حضرتك كيف عم تكون تحضيرات الامتحانات اليوم، شو الجديد اللي عم تتم؟ بداية كل عام أنتم بخير مع تحضيرات الامتحانات، سواء كانت الانتقالية أو الامتحانات العامة بجميع أنواعها، الأساسي والثانوي. طبعا نحن لما ندخل بشهر نيسان ندخل بالتحضيرات الفعلية لنهاية العام الدراسي وجني محصول عمل زملائنا المدرسين والطلاب، على سواء كانوا طلابا أو مدرسين أو معلمين، لأن هذا جهد عمل عام كامل خلال العام الدراسي تضافرت فيه جهود المعلم والطالب ووزارة التربية بجميع دوائرها. طبعا نحن بدينا التحضيرات الآن من خلال أول شيء تكليف زملائنا الموجهين التربويين والاختصاصيين، التواصل مع إدارات المدارس للتحضيرات الامتحانية من حيث بنك الأسئلة بكل مدرسة، الملفات، الامتحانات، توزيع القاعات وتوزيع الطلاب على القاعات، استلام نماذج الامتحانية من زملائنا المدرسين، عقد مجالس المادة لكل مادة بحيث يكون هناك انسجام ما بين زملائنا المدرسين ضمن المدرسة الواحدة وضمن المادة الواحدة. أها.
تمام أستاذة. طيب خلينا نوضح أكثر لأنه موضوعنا كثير بهم الطلاب والأهالي اليوم اللي عم تحضروا لامتحاناتهم. هل اليوم في اختلاف بنمط الامتحانات للصفوف الانتقالية عن السنوات السابقة أم لا هي نفسها لساتها؟ خبرنا أكثر تفاصيل. هلا دائما يوجد حديث في وزارة التربية، هناك أشياء دائما تتطور من خلال المنهاج، من خلال الامتحانات. دائما يعني الوقوف بشكل محدد يعطي نوع من حالة الضعف والتقادم بالنسبة لكل شيء. صح. طبعا هذا العام نحن في عم نهيئ طلابنا للعوام القادمة من خلال الامتحانات المؤتمتة، فحيكون هذا العام في بعض المواد بالنسبة لصف العاشر وصف الحادي عشر ضمن منظومة الأتمتة، بحيث أن الطالب لما بينتقل إلى الثالث الثانوي العام القادم بإذن الله يكون قد تدرب وتهيئ على نموذج المؤتمت. طبعا احنا بالنسبة لمديرية التربية دمشق هذا الموضوع حينسحب حتى على يعني صف الثامن صف السابع ببعض المواد. طبعا احنا تركنا حرية العمل بالنسبة لزملائنا المدرسين والمعلمين لاختيار بعض المواد واختيار بعض الفقرات، بحيث أن الطالب يطلع على مفهوم الأتمتة وآلية التعامل مع ورقة الأتمتة. دائما احنا يعني بنحكيها أنه نموذج محدد بالنسبة للامتحان هذا حالة ليست صحية، دائما لازم يكون في تنوع بنمطية الأسئلة، يتعود الطالب أنه عندنا عدة أسئلة بس لكن الفكرة واحدة. كنا عم نحكي عن دعم وزارة التربية للمواهب الطفولية، وشهدنا يعني بالسنوات الأخيرة دعم وتدريب من حضرتكم، وكان في اعتناء جدا مهم. اليوم شو هي النتائج على الأرض؟ يعني هل جنيته من وراء هذا الاهتمام؟ هلا أكيد، هلا دائما وزارة التربية ضمن مناهجها ليس الهدف فقط يعني المخرجات أن تكون طلاب متفوقين وطلاب يدرسون ويتفوقون، لا، في عنا جانب هو جانب البحث عن الإبداع. نعم. طبعا الإبداع في مدارسنا يبدأ من خلال الطفولة المبكرة وصولا إلى المراحل الثانوية من خلال التعاون مع اتحاد شبكة الثورة، منظمة طلائع الباس، كثير من المنظمات التي تعنى بالبحث عن الإبداع. طبعا نحن دائما في عنا نوع من النشاطات يشارك فيها طلابنا من خلال مدارس المتفوقين، من خلال مركز التميز والإبداع اللي بيكون هو شريك أساسي للبحث عن الحالة الإبداعية عند طلابنا. الأولمبيات العلمي هي شكل من أشكال البحث عن الإبداع. كثيرا من المهرجانات والنشاطات خرجت كثير من المبدعين. نحن من يومين كان عندنا اختبار لطلاب تحدي القراءة، طبعا يعني كل سنة نحن نكتشف أو نتفاجأ أنه عندنا كثير من الطلاب ما زالت تعشق الكتاب. نحن مع التطور التكنولوجي يعني نشوف نحن الطالب بيقولوا دائما متين نحن الموبايل والايباد وكذا، لا هاي المعلومه ما كثير دقيقه، لمسنا الطلاب ما زال في هناك علاقه وثيقه ما بينهم وما بين الكتاب، يقراوا الروايات، يقراوا القصص، يبحثون عن امهات الكتب وهم يعني صغار السن. هي تعطينا نوع من طمانينه ان يعني العمل والبحث الابداعي بالنسبه لوزاره التربيه عم يعطي منتوج جيد. اليوم التحفيز من حضرتكم مهم لطلابنا اليوم كرمال هاي المسيرة تظل مستمرة. طبعا هلا هو يعني البوصلة الأساسية لأنه نحن نظل محافظين على حالة الإبداعية بالنسبة لطلابنا هي مشاركة المدرس، تشجيعه، تحفيزه، وخاصة نحن بالنسبة لطلابنا نحن دائما يعني نظرة الطالب نحو المدرس يأخذ منه حالة الاستحسان أو حالة عدم الاستحسان. فمنشوف نحن أحيانا الطالب أي عمل بيساوي، أي رسمة بيساويها أو أي حالة فنية بيساويها، بنقول لزملائنا المدرسين حاول تصنع نوع من حالة الاستحسان عند الطالب. يعني معلش إذا الطالب خاصة بالسنوات الأولى صف أول ثاني ابتدائي إذا الطالب رسم رسمة وإن كانت طفولية لا يضر انه نحن ننسق له اياها على جدار، نعمل نوع من معرض صغير ضمن القاعه الصفيه، الطالب يشعر انه هي اللوحه يعني هي من صناعته، هي بتعطيه نواه للبحث يعني
نمي عنده الحالة الإبداعية مستقبلا. يعني كتير حلو اليوم أنه عم تدعموا هذه المواهب عند الأطفال، عم تدخلوها من عمر صغير كرمال تفيدهم على كبر. أستاذ سليمان، خلينا نرجع نسأل حضرتك. تعودنا بكل مرحلة من مراحل التعليم الأساسي يكون في أسئلة من الوزارة، ممكن يكون في تفاصيل أكثر عن طلاب المرحلة الأولى والثانية من التعليم الأساسي، شو بتخبرنا؟ هلا هو دائما لازم نهرب كما تعودنا، نحن دائما لازم يكون عندنا شيء جديد. بالنسبة لي يعني دائما جيلنا لا يشبه الجيل الحالي، فلذلك نحن دائما وهي وزارة التربية لما بتبعت أسئلة موحدة هو ليس الهدف يعني سلبي، أحيانا بنلمسه عن بعض الأهالي أو بنلمسه أحيانا نحن عند الطلبة، لا، هي حالة توحيد فكرة بتكون تحمل نوع من حالة قياس للطالب والمدرس والآلية المنهاج خلال العام الدراسي. دائما احنا السؤال او الأسئلة الموحدة هي بتكون هي حالة قياسية، منقيس فيها المنهاج، يقاس فيها توفيق المدرس بعمله، نقل المعلومة عند الطالب والعكس صحيح. طبعا احنا الى الان يعني في الفكرة ان يكون هناك أسئلة موحدة من الوزارة أو من المديرية، مو شرط يكون من وزارة، من وزارة من المديرية، طبعا ستبلغ إدارات المدارس لاحقا. أيضا أستاذ اليوم عم تكونوا يعني منتبهين للناحية الصحية وعم يكون في استعداد كامل خلال فترة الامتحانات، ودائما في جولات على المدارس وفي تشبيك مع الصحة المدرسية. اليوم شو تحضيراتكم خلال نقول الامتحانات يعني كرمال الطلاب؟ نحن نشوف يعني بجوز بعض الطلاب يكون عندهم توتر، ممكن يصير حالات إغماء، يعني فوبيا الفحص بشكل عام. يعني هلا نحن متمنى ما تحول لفوبيا، هذا حالة مجتمعية، بتمنى نحن يكون في تعاون ما بين الأهل وما بين إدارة المدرسة لنكسر هذا حالة الخوف. نحن حالة الخوف بنشوفه نحن أحيانا من الأهل بحد ذاته، صحيح يعني هو المصدر للطالب بيكون ببعض الأوقات. طبعا هلأ عم تنعكس دائما، يعني الواد يقرأ الخوف من وجه أمه أو أبوه. يعني أنا أحيانا لما بدخل أي مكان أول كلمة بحاكون يا الأهالي إنه إن شاء الله الأسئلة مو صعبة. يعني انا عم شوف الاهل هن اللي عم يقدموا الامتحان وليس الطالب، واحيانا قد يكون الطالب بعيدا جدا عن هذا المود، يعني هو مو كثير مهتم بحاله الخوف مثل ما مهتمين الاهالي. طبعا نحن في عنا مو فقط الصحه المدرسيه، الصحه المدرسيه ودائره البحوث في كل مديريه من مديريات التربيه تعنى بهذا الموضوع. يعني بالنسبه للحاله الصحيه طبعا دائره الصحه المدرسيه تبدا مع بدايه العام الدراسي بمتابعه الحاله الصحيه بالنسبه للطلاب، خاصة مرحلة الحلقة الأولى والثانية. نعم. طبعا دائرة البحوث وبأقسامها الإرشاد الاجتماعي والنفسي أحد مهامها هي توضيح أن الطالب هو الامتحان ليس حالة خوف، إنما هي حالة حصاد لعمل. طبعا عمل دائرة البحوث بالنسبة لإطمئنان الطلاب، وخاصة يعني نحن كلفنا دائرة البحوث تبع الطلاب السادس الثانوي والسادس إعدادي الأساسي انه يكونوا قريبين منهم، حاولوا دائما يكسروا حاجز الخوف والرعب اللي احيانا قد يزرع بسبب عده اسباب. تماما، يعني الخوف شيء طبيعي اليوم استاذ، مش اذا كان الطالب خايف فهو ممكن ما انه محضر او ما انه دارس منيح، بالعكس، ولكن يمكن اذا زاد هذا الشيء رح ياثر على تحصيله الدراسي. خلينا هيك نوضح اهم النقاط يلي بتحب تضوي عليها اكثر اليوم، نطمن عن الطلاب وننبههم اذا في اي شيء استاذ. هلا هي حاله الحرص الطالب اللي هي تشبه حالة الخوف، حالة حرص الطالب على التفوق، وهي حالة مقبولة ومنطقية أن يكون الطالب جهد عام كامل أو جهد عدة سنوات الوصول إلى شهادة معينة سواء كانت تعليم أساسي أو ثانوي. حالة الحرص حالة طبيعية ومنطقية، ونحن يعني بنشد على إيد الطالب الحريص بهذا الموضوع أن يكون خايف أن تروح له علامة، فهي حالة نحن بنكون في عنا حالة تعاون طمن الطالب أنه نحن أنت صرت جاهز للامتحان، لا تخاف من وثق بنفسك. الطالب الغير محضر يعني هلا هون احنا دخلنا بحاله خيبه الامل بالنسبه للطالب، فهو قد يشعرنا بانه هو خايف وزعلان ومقهور مشان يعني يتجنب رده فعل الاهالي. هلا نحن دائما بنقول للاهالي هلا لا تحاول تهدد ابنك بهي الفتره، يعني احيانا بعض الاهالي تبدا مثلا بالوعيد، يعني هو خلال عام كامل كان في عدم متابعه، خلال نهايه العام الدراسي نبدا نحن بالوعيد للولد انه نحن اذا ما كنت من الاوائل نحن نعمل ونساوي، اذا رسبت نحن نعمل ونساوي. دائما من الاهل يعني حساباتكم او تنافس النساء مين ابني بده يطلع الاول، تمام. هلا
تعودنا بعد جانبا بعد جانبا لا نهاية الامتحان إن هي عم تنعكس سلبا على أبنائنا. وشفنا هي النتائج السلبية كيف كانت بالسنوات الماضية، سمعنا عن حوادث كتير للطلاب ما جابوا العلامات اللي أهاليهم طالبينه، إنه في منهم رسبوا يعني في حالات انتحار صارت بعض الطلاب، يعني هذا الشيء كتير جدا سيء. اليوم الأهالي هنن الأساس عند الطالب، يعني مفروض مثل ما ذكرت حضرتك شوية هدوء وبلا الوعي. اليوم عم نشوف تجمعات للأهالي عند أبواب المراكز، يعني يجوز هذا الشيء عبء يكون على الطالب أيضا، يعني حال التوتر. اليوم شو بدنا نقول للأهالي؟ والله بالنسبة لسؤالك كثير يعني مهم، وجود الأهالي على أبواب مراكز امتحانية عبء على الجميع. صحيح. عندما يأتي الأهالي بسياراتهم إلى مراكز امتحانية، في عندي طالب قد يتأخر عن الوصول إلى مركز امتحاني. عندما يكون هناك تجمعات في شوارع محددة، تمام، عم يأدي نوع من الابتزاز عم يأخر الوصول لسادة المراقبين. قد يكون أحيانا تأخر سيارة الصحة المدرسية إذا في عندي بعض الحالات. اثنين، حالة التوتر الكبيرة اللي عم تصير نحن أحيانا على باب المراكز الامتحانية بتوديع الطالب إلى قاعة الامتحان وكأنه يعني يذهب إلى أول مرة إلى معركة. تمام. فعم تعطي الحالة السلبية والدموع والعناق اللي عم نشوفه نحن، يعني بصراحة هذا عم يعطينا نوع من حالة سيئة عم تنعكس سلبا على كل المحيط الموجود بمركز الامتحان، ولا يعني غير مبرر ويعني غير مجدي. هي ناحية. الناحية الثانية، أحيانا لما يكون الأهالي موجودين على الباب الامتحاني تبدأ الأحاديث والأقاويل والأكاذيب، تمام، وتبدأ انفعالات بعض الأمهات عندما تشعر أن هناك طالب بقاعة امتحانية بدأ يتوتر، فينعكس هذا التوتر على الخارج وينعكس إلى قاعة الامتحانية. دائما للأهل يعني وصل ابنك على القاعة الامتحانية وروح غيبك ساعتين وارجع. عدم أو وجودك على مركز الامتحاني هو عبء ومعيق ومسبب سلبي لكل عملية امتحانية. أهم شيء التأثير النفسي للطالب، يعني بنرجع بنقول نحن اليوم هذا التصرف من الأهل هو من العاطفة، من الحب، من الخوف على مستقبل الشباب والصبايا. يعني نحن الأم والأب تعرف يعني، ولكن لا يفيد. لا يفيد مثل ما قلت. لذلك هيك بنتمنى اليوم صوتك يوصل أستاذ، وبدنا نشكرك، نشكر جميع العاملين بوزارة التربية من خلالك. تحياتنا لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها، نورت صباحنا اليوم، وإن شاء الله هيك يتمروا على خير وسلامة هي الفترة. شكرا لك أستاذ سليمان يونس مدير تربية دمشق، نورت صباحنا لليوم. يسعد صباحكم. شكرا لك ولكل المعلومات المهمة اللي قدمتها لها اليوم، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. نحن مكملين معكم ورح ننتقل لرشا لنتعرف على أحوال الطقس. هايدي اليوم كالعادة كل نهار سبت بيكون لنا وقفة مع المتنبي الجوي حسان الجوردي لنعرف كيف حيكون طقسنا خلال هذا الأسبوع. ومثل ما كنا عم نقول بمقدمة صباحنا خير الغير لليوم، إنه مبارح شهدت دمشق عاصفة جدا قوية، وللأسف كان في أضرار مادية وخسارة بالأرواح. رح نروح لعند المتنبي الجوي لنعرف أيضا تفاصيل أكثر. سعد صباحك أستاذ حسان. صباح الخير. يسعد صباحك. يا هلا، اهلا وسهلا بحضرتك. يا ريت تخبرنا كيف حيكون طقسنا خلال الاسبوع، خلال ايام هذا الاسبوع، وهل حنشهد مره ثانيه عاصفه خلال اسبوعنا؟ تكرم عينيك من جديد. صباح الخير لك ولك الاخرين. هلا بشكل عام خلينا نحكي عن حاله الطقس خلال اليوم، بعدين بنحكي شوي عن الاحوال الجويه خلال هيدا الاسبوع والحالات اللي بدنا نشهدها، خصوصا في كثير حكي على مواقع التواصل الاجتماعي بحالات عدم استقرار عنيفة وشديدة بدها تأثر على المنطقة. نحكي شوي عن هيدي الحالات وتفاصيل أكثر عن الحالة اللي بدنا نعيشها خلال هيدا الأسبوع. هلا بشكل عام البلاد اليوم عم تتأثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب عم يترافق بتيارات جنوبية غربية بطبقات الجو العليا. درجات الحرارة عم تميل للانخفاض بشكل تدريجي وطفيف لأغلب المناطق، عم تكون أعلى من المعدل بالظلام بنحو 4-6 درجات مئوية باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها من 8-10 درجات مئوية. الأجواء الربيعية حارة نسبيا بشكل عام بأغلب المناطق، بينما تبقى الأجواء ربيعية حارة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية، والأجواء بين الغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا مع فرصة إن شاء الله لهطل زخات من المطر. الزخات تكون بشكل رعدية وعشوائية الحدوث، تتصف بالغزارة مصحوبة بالبرد أحيانا خاصة بالمنطقة الجنوبية والوسطى
والشمالية والجبلية، الأجواء السليمية المغبرة بأغلب المناطق الداخلية وبشكل خاص في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والجزيرة والبادية السورية، مع تشكل ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر بالمنطقة الجنوبية بالمنطقة الساحلية. الرياح عم تكون غربية إلى شمالية غربية على المناطق الغربية، وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة بتتجاوز 50 كيلومتر بالساعة ببعض الأحيان بشكل خاص في المنطقة الجنوبية بالشرقية بالجنوب الشرقي. تسير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع. هيدا بشكل عام الحالة الجوية لليوم، ولكن نحن تأثرنا من اليومين الماضيين، كنا عم نتأثر بموجة حارة بنهاية شهر نيسان أدت إلى ارتفاع تدريجي وسجلت إلى درجات حرارة قياسية بالنسبة لشهر نيسان تحديدا بالمنطقة الساحلية. سجلت درجة الحرارة 38 إلى 39 درجة إن كان باللاذقية أو بطرطوس، درجات حرارة قياسية تعتبر هي خلال شهر نيسان، علما أنه معدل درجات الحرارة بشهر نيسان بالساحل يتراوح بين 23 إلى 25 درجة، يعني في فروقات ما بين الحرارة اللي تسجلت ومعدل الحرارة تقريبا من 16 درجة 14 إلى 16 درجة مئوية بالمنطقة الساحلية. هلأ بشكل عام الموجة الحارة اللي تأثرنا فيها بلشت تنحسر عن المنطقة تحديدا المناطق الساحلية من ليلة مبارح، واليوم بأغلب المناطق باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية بتضل مستمرة الموجة الحارة والأجواء الحارة بهذه المناطق حتى منتصف هذا الأسبوع، وحرارات راح تكون أعلى من المعدل من 8 إلى 10 درجات مئوية بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية، بينما باقي المناطق الشمالية الجنوبية الوسطى الساحلية الأجزاء الغربية من البلاد الحرارات راح تكون فيها أعلى من المعدل من 3 إلى 5 درجات مئوية حتى منتصف الأسبوع. هلأ الحالة اللي عم ينحكى عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، نحن في فرصة لحدوث هطولات بطارية بتبلش من اليوم، مثل ما ذكرت فرصة الحدوث راح تكون اليوم ولكن بنسب متفاوتة وعلى شكل زخات عشوائية من المطر بتكون مترافقة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، تحديدا اليوم راح تكون بالجنوب وبالوسطى والشمال والمناطق الجبلية. الرياح اللي عم نشهدها هي هباتها لليوم راح تكون 50 ولبكرة 50، تشتد سرعة الرياح النهار الاثنين، والهبات ممكن تصل لل 65 كيلومتر بالساعة تحديدا بالمناطق الوسطى بالجنوبية. هلأ المديرية العامة للأرصاد الجوية ليلة مبارح من خلال تحذير نشرته على موقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بخصوص هذه الحالة اللي بدنا نشهدها ونعيشها، وضحت درجات الحرارة القياسية اللي تسجلت بالساحل خلال الموجة الحارة اللي تعرضناها اعتبارا من منتصف هذا الأسبوع يوم الاثنين تحديدا. في انخفاض واضح راح يكون بجميع المناطق السورية دون استثناء، هذا الانخفاض راح يتزامن مع وصول كتلة هوائية باردة نسبيا من وسط وجنوب القارة الأوروبية باتجاه شرق المتوسط نتيجة التقاء الهواء البارد مع الهواء الحار الموجود أصلا بالمنطقة. هيدا بيؤدي إلى انخفاض قيم الضغط الجوي السطحي بشكل سريع، ونكون نحن على موعد مع حالة عدم استقرار تتصف بالشديدة تترافق بهطولات مطرية غزيرة مترافقة بزخات من البرد ببعض المناطق. بشكل مبدئي التحذيرات عن هيدا الحالة راح تكون خلال المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية وتحديدا خلال ساعات بعد ظهر يوم الاثنين، عبارة على شكل زخات غزيرة من المطر مترافقة بالعواصف الرعدية وحبات البرد. بيستمر تحذير الهطولات المطرية الغزيرة حتى يومي الثلاثاء والأربعاء ليشمل معظم المناطق بإذن الله تعالى. الحالة اللي بدنا نشهدها خلال هيدا الأسبوع اللي بدها تكون معنا من نهار الاثنين وتستمر معنا حتى نهاية هيدا الأسبوع بدها متابعة بشكل مستمر، وإن شاء الله خلال نشرات متتالية للمديرية العامة للأرصاد الجوية ومن خلال فريق عمل المركز التنبؤ المركزي بالمديرية العامة للأرصاد الجوية ومتابعة هذه الحالة سوف يكون هناك نشرات وبوستات تنشر عبر موقع المديرية العامة للأرصاد الجوية صفحة المديرية بشكل متواصل ومستمر لتكون هناك التحذيرات أكثر دقة، كميات الهطول، مناطق حدوث الهطولات الغزيرة بإذن الله تعالى. هلأ بشكل عام الحالة ما فينا نحن أنه نتجاهل حدوثها، هي موجودة وتبلش من نهار الاثنين. التحذير مثل ما ذكرنا بالجنوب والجنوب الشرقي بيستمر الاثنين والثلاثاء، هني رح يكونوا ذروة هيدي الحالة بالنسبة للهطولات المطرية على شكل الزخات من البراد مترافقة بالعواصف الرعدية، والنشاط بسرعة الرياح رح يكون تجاوز الهبات 65 كيلومتر بالساعة، ورح نلاحظ الفرق بدرجات الحرارة من نهار الاثنين.
هلا التأثيرات المبدئية اللي بدنا نحكي عنها أهم شيء خلال تحديدا بالمنطقة الشرقية بالبادية بالجزيرة، عدم التعرض لأشعة الشمس خلال وقت الذروة تحديدا من الساعة يعني 11 الصبح للساعة 4 بعد الظهر، تدني مستوى الرؤية الأفقية بفعل الأتربة المسارة، الأجواء السديمية المغبرة الناتجة عن النشاط بسرعة الرياح بالساحل بالأجزاء من المناطق الجنوبية، الضباب اللي عم يصير بالليل وخلال ساعات الصباح الباكر نتيجة الارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية، هيدا عامل أساسي لتشكل هيك نوع من الضباب، من غزارة الهطل المطري نتيجة الحالة اللي بدنا نعيشها ونشهدها واللي بيؤدي إلى تشكل السيول بالمنحدرات والوديان بالنشاط بسرعة الرياح. إن شاء الله تمرق هيدا الحالة على خير، نتمنى السلامة والأمانة بإذن الله تعالى وبنشرح إن شاء الله أستاذ حسان الجردي بالسلامة للجميع، وشكرا لكل المعلومات اللي ذكرتها. ومثل ما سمعنا من المتنبئ الجوي حيستمر هذا المنخفض لنهاية الأسبوع، حيبلش نهار تنين لنهاية الأسبوع حيكون يشمل جميع المحافظات السورية، حنشهد عواصف رعدية وحبات براد يعني، ولكن أكيد حتكون هالأجواء ربيعية ومايلة أيضا لارتفاع درجات الحرارة. نحن مكملين بمشوارنا الصباحي وحنروح لفقرة دائما ونضوي عليها ضمن صباح احنا لندعم جميع الشباب والصبايا والسيدات اللي عندهم مشروع صغير هو باب رزق وهو شغف وابداع لإلهم. واليوم هيك المشروع موجود معنا على الطاوله، سيده استثمرت شغفها وموهبتها بهذا المشروع وكان لها هو مردودها الخاص. ومثل ما بنقول دائما الابداع بكمل حتى لو كان هو باب رزق، ولكن هي عم تشتغل بشيء بتحبه. رح نضوي على هذا المشروع ورح نعرف اهم الصعوبات، كيف بلشت هذا المشروع اليوم، شو اهم الصعوبات اللي ممكن تعترض الشباب والصبايا اللي بيفكروا يبلشوا مشروعهم الصغير. وضيفتنا لليوم هي الحرفية عبير باكير. صباح الخير عبير واهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي بوجودك معنا لليوم. يعني اليوم القطعه بتحكي في اشكال كثير اليوم من اشجار الكريستال، خبرينا اكثر بدايه عن حضرتك، امتى بلشتي بهذا المشروع مشاريع الهاند ميد واختيارك لهذا النوع؟ أنا من زمان عندي شغف كتير بالأعمال اليدوية بشكل عام، يعني مو بس بالكريستال أحجار الكريستال، بشتغل بحب الشغل بالسيراميك، عجينة السيراميك بداية بدأت بعجينة السيراميك وبعدين طورت شوي شوي، صرت كل حرفة الجألة يعني ما خلي يعني صنف واحد أني أشتغل فيه. وهذا اليوم التنوع يمكن يعني مفيد لحضرتك، بيفتح آفاق بأن كان بالعمل أو حتى بالإبداع. عم شوف شجر كريستال وألوان حلوة، يعني هذا اللون كل الناس بتعشقه اللون الأخضر. خلينا نحكي عن مراحل الصنع، يعني بداية من الخشب للمواد المستخدمة للكريستال، ما بعرف هدول الأسلاك يعني أسلاك نحاس. أوكي خلينا نحكي عن هدول، عن مرحلة عمل الشجرة. مرحلة أول شيء بدها تحضير المواد وأحجار الكريستال، بدك يعني الواحد ينقي الأحجار الألوان الدارجة، الألوان الحلوة اللي إلها لمعة الثقيلة، يعني الحجر الخفيف ما بيعطي جمالية للقطعة، الحجر الثقيل دائما بيعطيها جمالية أكثر. تمام. هي عبارة عن أسلاك من النحاس والمعدن، نحاس أحمر ونحاس أصفر ومعدن، يعني هي والكريستال. كيف بتبلشي شغلك؟ في قالب مراحل يعني هيك حابين نضوي على مراحل عملك فيها. هي طبعا بدها انه بالاسلاك بتضم ال بتثبتي بثبتهم الاحجار الكريستال وبضم القاعده اما تكون من خشب. اما تكون من الإزاز من الزجاج أو من الخشب شحف الشجر. يعني عم نشوف ألوان كثيرة اليوم وأشكال مختلفة اليوم، أنت منين بتستوحي أفكارك؟ خبرينا أكثر سيدة عبير. هلأ أنا لأنه عندي مرأة بالأعمال اليدوية بصمم لحالي أغلب الأيام، بصمم أنا الموديل لحالي شو بدي، وبستعين باليوتيوب بالتواصل الاجتماعي انه باخذ افكار يعني بتضيفي عليها. بضيفها عليها. طيب اليوم
شفنا كثير بازارات ومعارض تتنوعت بالحرف السورية القديمة اللي كانت وما زالت اليوم حتى بثقافة الماضي، ولكن تم إضافة خلينا نقول شيء من الحضارة عليها، ولكن بقيت محافظة حتى اليوم هدول الشغلات نحن شايفينهم قبل، ولكن اليوم عم نشوف في شيء جديد. يعني قد اليوم مهم هاي البازارات لتعرفي بالقطع، لتعرفي بشغلك، تستفيدي أيضا من القطع الموجودة ضمن البازار والمعارض. هي الأساس، يعني البازارات والمعارض يعني هي أساس شغلنا. وعن طريق التواصل الاجتماعي يعني كمان انه بنقدر نروج، بس هو الاساس المعارض والبازارات. يعني لو مو المعارض ما حدا بيشوف شغلنا، ما حدا بيعرف شغلنا كثير يعني. وانا كثير بتشكر كل من قائمين على المعارض والبازارات سواء خاصه او عامه، يعني كثير عم نستفاد وعم نروج لشغلنا سوقي. تمام. يعني بنسمع انه كثير هي المشاريع بحاجه من الشخص انه يكون صبور لحتى يتقن هي الشكل، هي الشجره. خبرينا اكثر، مثلا قد ايه بتاخذ معك القطعه وقت لحتى تنجزيها؟ ممكن تطولي اكثر بالوقت؟ ايه والله انا يعني بطول، انا لو يعني بدي صمم القطعه بافكاري. حلو. ايه بصممها بافكاري وبحطها هيك وبتفرج عليها انه شو بدي اعمل فيها هي، شو مرات يعني حسب شكلها انه ما بدي اياها هيك، بغير يعني ما برسى على شيء الا انه بدي. ترسمي على الورق استعمل؟ لا ما في رسم، خيالك افكار. اي اليوم معناتها في خيال واسع، في ابداع وفي شغف. قد ايه المهم اي حدا فينا عنده هاي الشغف وابداعه واليوم قادر انه يخلق صوره بخياله يستمر بهذا الابداع؟ اليوم انت كيف بتحفزي نفسك انه تضلي تستمري بهذا الابداع؟ يعني بتشوفي مواقع تواصل اجتماعي، بتحضري بازارات، كيف بتحفزي حالك انه انا بدي ضل مستمرة بهذا الخيال الابداعي؟ تمام. يعني هلا كمان بستوحي من الزباين، لما بتجيني زباين مثلا بتعطيني فكرة بقبلها، طفل صغير يعني اذا حكى شغلة ممكن اتقبلها منه، اخذها فكرة. يعني مو شرط انه انا والله يعني انه خلص من افكاري، بس اذا شيء عجبني من الزباين يعني دغري بنفذه. اليوم يمكن كل حدا بده يبلش بمشروعه الخاص، ببدايه مسيرته بتلاقيه عنده خوف، عنده قلق من انه الناس ما تحب شغله او يكون في اي شيء ما عم يقدر يساوي. طب انت كيف اليوم قدرتي تتجاوزي هي الصعوبات ببدايه مشوارك؟ أول بداية أكيد يعني كنت خايفة إنه ما يتقبلوا الشغل، ما أنا كل واحد له ذوق، أنا بجوز أنا عاجبتني غيري ما يعجبه. بداية إيه لقيت صعوبة كتير، بس الحمد لله بالمعارض والبازارات وهيك إنه يعرض شغله الواحد يشوفه الزباين كتير تجاوزتها والحمد لله مشي الحال. كيف عم تسوقي ستعبير؟ هل بس فقط عن طريق البازارات أو المعارض، أو أنت اليوم عندك صفحة على الفيسبوك يعني عم تحاولي من خلالها تعرضي منتجاتك؟ عندي صفحة على الانستغرام. حلو. وعلى الفيس كمان بروج، كمان كتير حلو يعني إنه عم بيمشي شغلي الحمد لله. عم يصير تواصي عليها؟ عم يصير يعني تواصي. معناته اليوم في ثقة بينك وبين المستهلك يعني، يعني اهم شيء او خلينا نقول من اساسات نجاح العمل التسويقي. يعني بعد كثير من خلينا نقول القصص اللي صارت بموضوع التسويق، في ناس فقدت الثقه، اليوم قدامهم انت تزرعي هي الثقه بينك وبين المستهلك. لا الحمد لله انا كثير وصرت يعني لي زبايني الخاصه ومعروفه صرت كثير، يعني انه خلص يعني بدهم هي الاصناف دغري بيتصلوا فيني، بيراسلوني، بيجوا على المعارض. انا كمان يعني بدعي وقت بصير عنا معارض وبازارات ببعث لهم البروشور كذا وبيلبوا دعوتي. طيب خبرينا اكثر، هي الاشكال او الاشجار قد اليوم هي مطلوبه من الناس، ان كانت بتزيين بيوتهم او لا يمكن هدول الاشخاص يلي بحبون؟ خبرينا كيف عم بيكون الطلبات عليهم والاقبال، ونفس الوقت كيف عم بيكون تفاعلهم مع القطع؟ هلا بيقولوا لك هي يعني كماليات، شغلنا كماليات. نعم. بس انا ما بلاقي كماليات. يعني هلا عندك مكان فراغ بالبيت مثلا، مكان فاضي، ليش انا ما يعني ما احط فازة هيك اطلع عليها؟ يعني بتعطي طاقه ايجابيه الواحد. صحيح. إيه؟
مو بس بتعطي طاقة إيجابية، بتحسي اليوم بتكمل أحياناً، يعني مودك بيزبط مع قطعة بتحبيها بقلب البيت. في ناس كتير وسيدات كتير بتعلقوا ببازة بقلب البيت، يعني بيحبوا شكلها، بحسوا أنه هي عم تريحهم وجوداً. فاليوم كتير مهم اليوم التنوع، بس ولكن نحن نعرف نختار صح. يعني اليوم لون القطعة أو ديكورة أكيد يكون يناسب الصالون. صالون البيت بتعملي أنت يعني حجام كبيرة أو بس هدول الخلان؟ في احجام كبيره بس بدك تشوفي انا حسب الطلب. احجام الكبيره حسب الطلب. بتشوفي الاول شيء الديكور الصالون كيف؟ تمام. ايه تمام. اذا اجاني طلب هيك بشوف المكان وبشوف لون الفرش، وعلى موجبه بعمل القياس واللون وبشو بدي احطه، يعني بفاز ازاز او شحفه شجر، لانه انا عامله شيء على كبير، يعني على شحف شجر كبير. اينو اغلى الازاز؟ طيب. اليوم انت بتعلمي بهي المهنه ولا لا؟ خبرينا اكثر، شو هو طموحك بالايام القادمه بهذا المجال؟ هلا انا طموحي انه يكون لي مكان مستقل، يعني انه انا مارس هي الحرفه وعلمها للي بيحب من السيدات الصبايا، يعني حابه انه يكون مكان لي مستقل، يعني ان شاء الله بتمنى ان شاء الله بهي البصمه الجميله حيكون لك اسم، وحيكون مثل ما قلت اليوم كثير مهم نحن الكورسات للشباب والصبايا ليقدروا يبلشوا هذا المشروع. فانت اليوم اكيد بالايام حتكوني مدربه او كوتش. يعني بدي اتشكر حضورك اليوم الحرفيه عبير باكير، وشكرا لهي الجمال الصباحي مع العواصف. الله يبعثك بالسلامه للجميع اكيد. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك ست عبير، كل التوفيق لك. اما نحن مكملين بمشوارنا معكم ورح ننتقل للتقرير التالي. وأقامت مؤسسة الأولمبياد الخاص السوري وتحت شعار حكايات لا تنتهي الدورة الأولى لصغار السن بمشاركة 9 محافظات، وذلك على أرض ملعب حمال بلدي. وشهد الأولمبياد منافسات بين الأطفال ممن تتراوح أعمارهم من 8 إلى 12 سنة ب6 ألعاب مختلفة. منتابع سوا مشاهدينا تفاصيل أكثر بالتقرير التالي وراجعين. أقامت مؤسسة الأولمبياد الخاص السوري وتحت شعار حكايات لا تنتهي الدورة الأولى لصغار السن بمشاركة 9 محافظات، وذلك على أرض ملعب حماهي البلدي. نشكر جميع اللي ساهم بإنجاح هذه البطولة الأولى لصغار السن، اللي هي راح تكون داعم للمنتخبات بعد فترة. نحن اخترنا الأعداد بين 8 إلى 13 سنة الأعمار، راح يكون مقسمين فئتين 8 لل11 ومن 12 ل13. راح يكون هلا البطولة هي مشاركين فيها 6 ألعاب و9 محافظات. نحن مشاركين بلعبتين، ألعاب قوى وجمباز. إن شاء الله تكون هاي أول سنة للبطولة هاي، وإن شاء الله تكون البطولة ناجحة بكل المقاييس. مشاركين نحن حاليا ب3 ألعاب، كرة الطاولة وريش الطائرة وألعاب القوى، وإن شاء الله يعني نحقق نتيجة منيحة بالبطولة. وشهد الأولمبياد منافسات بين الأطفال بمن تتراوح أعمارهم بين 8 و13 في 6 ألعاب مختلفة. من طرطوس بالدورة المحلية الأولى لصغار السن، لأول مرة بتكون الدورة المحلية، مشاركين بالجمباز وبألعاب القوى. إن شاء الله هيك ننال المراكز الحلوة وأبطالنا أطفالنا يحققوا نتائج كتير حلوة. نحن جينا من سويدا على حمالة حتى نشارك ببطولة صغار السن للأولمبياد الخاص السوري مع أصدقائنا بالمحافظات الباقية. نحن مشاركين ب3 ألعاب، ألعاب قوى، جمباز، بوتشي. سويدا بالبوسي أنا من الزباج الأول أولمبياد بجمباز بننفوز كمان، بننفوز على الأول. أخيرا هدف بابانا نحن سنفوز الجائزة الأولية، نحن سنفوز فريق من أخضر من الأزرق. أصوات الأولمبياد يعتبر الأول من نوعه، كونه يستهدف شريحة خاصة من الأطفال ويستكشف إبداعاتهم وقدراتهم الخاصة والمتميزة. علي شحود، الإخبارية السورية، حما.
وسلمكم لفقرتنا الطبية. وكلنا بنعرف أنه الابتسامة الجميلة والطبيعية هي مطلب لكل الناس، وأكيد اليوم في عنا علاجات عديدة ومتنوعة بطب الأسنان بتناسب كل الناس، ولكن بهم كتير نحن نعرف شو اللي بناسبنا أكيد قبل ما نستشير أي شخص يا رشا، ونعرف من الدكتور نحن شو اللي بناسب اليوم الابتسامة. أكيد يا هادي، ومثل ما قلتي هاي الابتسامة الجميلة اليوم بحاجة لخلينا نقول مراحل من العمل، بحاجة لأدوات طبية لنقدر نحن نصل للنتيجة اللي بترضينا تجميليا وطبيا، وبترضي الطبيب من ناحية الشكل. ودائما بيروح الطبيب والمريض للحفاظ على السن الطبيعي. اليوم شو هي مراحل العلاج؟ شو هي أهم الأدوات؟ معلومات جدا مهمة حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم، وهو الدكتور عزيز جورجوس أبو حامضة، أخصائي في طب الفم والأسنان وجراحتها. دكتور صباح الخير. صباح الخير، صباح أوقاتكم. أهلا وسهلا دكتور. عم نحكي عن موضوع بهم كثير من الناس، لأنه اليوم الابتسامة بتعطي ثقة كبيرة للشخص، بتحسن يمكن من تفاصيل الوجه. اليوم بداية قبل ما نفوت بموضوع العلاجات وموضوع المشاكل اللي ممكن تصيب الأسنان، خبرنا كيف ممكن نحصل اليوم على ابتسامة جميلة. الحصول على الابتسامة الجميلة بيتم التعاون بين الطبيب والمريض. الخطوة الأولى بتعتمد بالأساس على المريض ودرجة الاهتمام والعناية بالصحة الفموية ضمن المنزل. دور الطبيب بيبدأ لما بيجي المريض على العيادة. بفوت المريض، دخول المريض على العيادة، هون بتبلش دوري أنا كطبيب تشخيص الحالة، شرح الأمور للمريض كلها. في نحن عنا فينا البداية تبدأ من العلاج الوقائي، الخطوات الوقائية، إجراءات نحن منطبقها ضمن العيادة قبل ما يكون صار عنا حالة، مثلا التهابات لسوية أو نخور معممة أو نخور تحتاج الخطوات العلاجية الأكبر من الموضوع الوقائي. فينا نحن نشخص الحالة، بعدين تكون وصلت لمرحلة تحتاج العلاجات اللي هي العلاجات بالمواد الترميمية، حشوات الضوئية هي المتعارف عليها يعني، أو ممكن مرحلة تانية هي المعالجات اللبية، بعدين الدرجة اللي بعد هي المعالجات بالتركيبات. هون نحن لهالدرجة هي نحن قادرين نحافظ على الأسنان الطبيعية وتكون المضطر لقلع الأسنان، لوضع الزرعات، لوضع تركيبات متحركة. هون ضمن الأسنان الطبيعية قادرين نعطي المريض ابتسامي. واليوم يمكن دكتور بقاء السن الطبيعي هو أحد أساس نجاحات هيئة التركيبة. يمكن حتى الدكتور بيرتاح أنه ما كتير يعني صار في فراغات عند المريض يعني، أو استغنى عن السن الطبيعي. تمام، هون صرنا لمرحلة حديثة بالطب بالنسبة لطب الأسنان، قادرين نحافظ على جذر السن أو على السن بشكل كامل لأقصى درجة قبل ما نوصل لمرحلة صار فيها عدم الرجوع. يعني بيصل معنا أحيانا السن لدرجة أنه خلاص هذا الحد للقلع. مهمتنا نحن كأطباء نمشي مع المريض خطوة لنوصل أنه نحن نحافظ على السن، حتى إذا كان الجذر باستخدام قلوب وأوتاد وتلبيسهم وتتويجهم قبل ما نوصل للمراحل الأخرى. وكثير منا يمكن بركز على لون الأسنان وبيحب أنه تكون بيضة أكثر. اليوم في عنا طرق علاجية دكتور لتبييض الأسنان، إن كان من خلال الليزر أو من كان تيوبات التبييض. خبرنا أكثر شو هو الصحيح اليوم اللي لازم نحن نختاره كل ما نأذي الأسنان أكثر. تمام، هلا نحن عنا نوعين من التبييض، تبييض ضمن العيادة وتبييض ضمن المنزل. تبييض العيادة بيتم تحت الإشراف الطبيب وبتكون المواد التراكيز عالية وبتستخدم باستخدام الليزر، وفي مواد عازلة للسي ومواد تستخدم لتبييض الأسنان. نعم. بينما بيختلف تبييض المنزلي، نحن بنعمل للمريض قوالب، هاي القوالب من السيليكون بتكون شخصية لهذا المريض بالتحديد، قادر يستخدمها بالمنزل وفق التعليمات اللي بنعطيها. يعني أنا عندي بالعيادة مثلا إشراف الحالة بتتم خلال ساعة جلسة، أو أحيانا يضطر المريض لجلستين بحال الإصفرار المعند. التبييض المنزلي بيعتاز وقت أطول، يعني بالجلسة بالبيت رح تكون مدتها ساعتين أو خلال 5 جلسات لـ7 جلسات. والتراكيز المستخدمة بتختلف عند المريض، وهون الحالة بتستخدم بالناحية التجميلية فقط. يعني بده يكون الأسنان بالأساس أسنان سليمة، ما فيها نخور، ما فيها يعني، مو أي مريض بيجي على العيادة أنه أنا بدي أعمل تبييض نحن لازم نعمله تبييض، لا، في خطوات قبل. طيب دكتور، خلينا نروح للفروقات ما بين الفينير، التاج الكامل أو حتى الزيركون. شو هي خصائص كل حالة فيهم؟ وهل اليوم طريقة التركيب تختلف عن الثانية؟
نحن بالنسبة للمريض لما بدنا نحكي بهاي الموضوع المريض بالأهم لعله يحصل على الابتسامة الهوليودية المتعارف عليها ابتسامة هوليود الثلجية أو الابتسامة ناصعة البياض. بالنسبة للمريض رح يحصل على النتيجة بكل اللي حكينا هون. الاختلاف بيناتهم بيجي بدوري أنا كطبيب تشخيص الحالة الاستطبابات. يعني نحن عنا الفينير واللومينير هي عبارة عن قشور أو عدسات لاصقة بسماكات مختلفة بنستخدمهم لما بتكون صفة الأسنان نظامية وما فيها ما بدها تعديل كتير لتعديل اللون مثلا. الفينير سماكته 0.5 إلى 0.7 بنستخدمه لتعديل الألوان. اللومينير طبقة سماكته أرق وشفافي أكثر بنستخدمه نحن بحال سن في كسر بسيط بدنا نعدل الشكل. بينما بنلجأ للتيجان الكاملة أو الزيركون بحال مثلا إجراء علاجي. يعني نحن عندنا درس متهدم نصف الدرس أو أكثر من نصف الدرس هون بنلجأ كعلاج بنحط الزيركون. ممكن نستخدم التيجان الكامل بحال دعامات الجسور. طيب خلينا نروح من العلاجات التجميليه للعلاجات الضروريه. اليوم بتلاقي في حالات بالاسنان ان كان في تباعد بين الاسنان سن فوق سن او حتى كمان بفقدان الاسنان. خلينا قبل ما نحكي عن زراعه الاسنان نحكي عن التقويم. نحن اليوم في عنا انواع جديده من التقويم، التقويم الشفاف ان كان للكبار او لحتى للصغار. خلينا نوضح اكثر عن اليه عمل التقويم. آلية عمل التقويم نحن بتعتمد على العلاقة بين حجم الفك وحجم الأسنان. يعني بيجينا مريض أحيانا حجم فكه مناسب أسنان صغيرة هذا أو مايلة عن بعضها بصير عندنا فراغات بالسن عدد الأسنان كامل موجود. من هون بنلجأ للمعالجة التقويمية بس نعطيها الصفة النظامية لحتى نعطي الابتسامة الأساسية. بينما حالات التراكب أحيانا إذا كان تراكب كتير كبير بالفك بنضطر نحن نخسر سن. يعني دراسة الحالة بنقلع سن ضاحك مثلا أو سن تاني وهون لنعطي مساحة للفك بيكون حجم السنان أكبر من حجم الفك فبنضطر نفرغ مكان لنعمل التقويم. ممكن اليوم نجاح أي شيء تجميلي بالفم بيعتمد على التقويم. يعني في حالات كتير شفناها تقويمها مو ظابط فكانت النتيجه ما كثير حلوه. يعني واليوم ما بيكون دائما يعني على الدكتور. احيانا الاشخاص بيقول لك انا مستعجل يعني برود قد ما بدك وركب. يعني بيكون هون الحق اكيد على المريض ولكن هون دورك كحكيم اليوم. هلا نحن دور الطبيب بهي الحاله بشرح الحاله المفصله للمريض واقناعه بطريقه الطريقه الاصح للحال. يعني التقويم اهم ابدا من التقويم ابدا من الزراعه ابدا من التلبيس ابدا من التحضير. فهون حسب درجه وعي المريض او حسب الزمن اللي مع المريض. انا بدي مثلا مريض انا بكره بدي اسافر بدي اخلص اسناني واسافر مثلا دكتور بتصير كثير فالدكتور بيضطر يمشي مع رغبه المريض. بنحاول نحن كاطباء لاخر درجه انه لا التقويم ابدا التقويم حفاظا على الاسنان. الأسنان الطبيعية قد ما كان هي أهم من أي شيء رح يكون تركيب أهم من وبنعطي مجال. يعني أنا بعطيه لما بشتغل بالتقويم برتب الأسنان بعطيه مجال عمر أطول. يعني أنا بجوز بعد مثلا 5 سنين أضطر أعدل بالنخر أضطر أعمل تلبيس بس أنا بكون كسبت للمريض 5 سنين أسنان طبيعية مأسس شيء طبيعي. صحيح. حتى قديش اليوم فروقات المدة الزمنية؟ أكيد. تمام. المدة الزمنية بالتقويم تتراوح بين 2 إلى 3 سنوات. الفينير اللومينير التيجان خلال أسبوع أحيانا 10 أيام شهر. هاي اللي بيخلي المريض أنه أنا ما بدي المدة الطويلة لا خلص بختصر وقت. تمام. دكتور عزيز خلينا نكون واضحين أكثر. اليوم ابتسامة هوليود هي مطلب لكثير من الناس وقد إيه يمكن اليوم بيجوا لعندك ناس على العيادة بيقولوا لك أنه أنا بدي مثل هي الصورة مثل هيدول الأسنان مثل هيدا اللون. طيب أنت دورك اليوم كطبيب قد ايه بتنصح انه ممكن هذا النوع ما يناسبه هذا اللون ما يناسب؟ خبرنا اكثر عن هذا الموضوع. ايه تماما. هذا اغلب المرضى دخول على عيادي انا بدي ابتسامه هاي الممثل او هاي المشهور او هي دائما او صوره معه انا بدي اياها. بيكون جايب اسنان احيانا طوال احيانا اعراض احيانا بيض زياده عن درجه اسنانه ما بتناسب البشره. فانا دوري هون اني اشرح له التفاصيل. مثلا شكل الاسنان اذا كان طويل كثير مع وجهك راح يطلع كثير سيء. راح العرض مثلا عرض الاسنان له دور. بياض الاسنان يعني ما فيني انا حدا بشرته غامقه كثير اعطيه ابيض درجه لون راح يكون الفرق كثير مزعج للنظر. فنحن هون دورنا كمان بهي الحاله بنشوف في حالات في عندنا على الانترنت حاليا حالات كثير ناجحه وحالات كثير فاشله. يعني فينا نشوف في الفرق بيناتهم وهو بيعتمد بس بالاخير الطبيب ما بيصير يمشي بكل شيء مثل ما بده المريض لان الغايه مو دائما غايه المريض هي بتكون صحيحه.
دكتور، بنشوف بعض الأشخاص صابتهم بعض الحالات، خلينا نقول بعض التركيبات بالنطق، خلينا نقول هيك بالعامة، يبلشوا ياكلوا بعض الأحرف اللثوية، يعني يمكن هي بدها شوية وقت ليتعود الفم إنه في جسم غريب دخل عليه، فبدها القصة شوي ليتعود الجهاز الفموي عليها. شو أهم المشكلات اللي ممكن تصيب الأشخاص اللي عندهم تركيبات، خاصة اللي عندهم هدول الأسنان الطويلة؟ يعني مشكلة التركيبات، نحن المشكلة الأساسية، أنا خلصت مثلا حالة تركيب، بيجي بفحص للمريض، ممكن يعاني بالبداية من موضوع النطق. النطق نحن بحكم أحيانا أسنان أمامية أكثر شيء بتأثر على النطق، حسب التركيب الجديد يوم يومين بتركه لحتى يتعود، ممكن يرجع النطق نظامي، ممكن يرجع يكون في مشكلة بالعلاوة، مشكلة محددة كمان تتعالج ضمن العيادة. المشاكل الثانية مثلا ممكن تعمل مشاكل بالفك، التركيبات الحديثة إذا المريض ما عم يتعود عليها، أو في علاوة بالأسنان، فهون المريض إذا ما نشعرن فيها أو ما نحاسس فيها لحتى لبعد مثلا يوم يومين تتعدل. الأكبر مشكلة بتصير مع المريض بعد التركيبات هي المشاكل اللثوية، يعني المريض بيحط التركيبات بيقول أنا خلص أسناني صارت ابتسامة حلوة، ما عاد في داعي لفرش أسناني ولا استخدم المضامد ولا التنظيف. هي أهم الأخطاء اليوم هي تماما، أكثر الأخطاء اللي عم نشوفها هيك، يعني بعد يومين بيجينا المريض لسته ملتهبة، أو بعد أسبوع الكلى احتقان دم عم يطلع، يا دكتور أنت ركبت لي عملت لي ليش هيك صار. فهون نحن بيجي انه لا، المشكله اللثويه هي اخطر مشكله بنواجهها نحن بكل التركيبات. حتى بالتقويم المشكله اللثويه بتاثر بالزرعات، يعني بالنسبه لنا فيني انا احكي انه بس كانت لسه نظامي انا فيني اشتغل وانا مغمض مثلا اي حاله بتجي، فلسه هي الاساس، يعني مثل اي حدا بده يعمل البيت بده ياسس له، كان الاساس عاطل كل شيء، كل الشغل التابع له عاطل، هي اساس هيك. يعني اساس كل شيء. طيب بالنسبة اليوم اللي عندهم أمراض مزمنة مثل السكري أو الضغط أو حتى المرأة الحامل، بيقدروا اليوم يلجؤوا للعلاجات التجميلية أم لا؟ أنت ممكن تطلب فحوصات معينة قبل ما تقوم بأي إجراء تجميلي؟ بالنسبة للوقت الحالي صار كله يعني كله متاح التجميلي لكل المرضى، مرضى الضغط، مرضى السكري، الأمرأة الحامل، في لهم أنواع مخدر مخصصة لهم فينا نستخدمها. الناحية التجميلية للكل متاحة، ما في شيء. نحن ممكن يأثر موضوع القلع عند مرضى السكري أو عند مرضى القلب، في بروتوكول رح يتبعوه بالأدوية مثلا لحتى نقدر نبلش لهم بالعلاج. أما العلاجات التجميلية متاحة لكل أنواع المرضى، ومرضى السكري كمان والضغط عندهم مشكلة اللثة، المشكلة هي كمان بتحدد لنا بتوجهنا أنه فينا نعمل تجميل أو لا. إيه مشاكل لسه دكتور، صرنا ذاكرين كذا مرة لسه. إيه شو هي أهم المشاكل اليوم ممكن تمنعك أنك تشتغل؟ شو هي أهم المشاكل اللي ممكن تصيبها بعد التركيب؟ تراجع اللسه الكبير، تراجع باللسه بيصير عندنا نحن بسبب الاهمال الصحه الفمويه، هون بعد فتره من تراجع اللسه العظم بيتراجع مع اللسه، عندنا حركه بالاسنان، يعني بيكون المريض اسنانه كلها سليمه، لونه نظامي ما فيها نخور بس اللسه ملتهبه، هذا صار التهاب نسوج داعمي، صارت الاسنان بتتحرك، يعني المريض قادر وهو قاعد انه يشيل السن ويسحبه، لهي الدرجه نحن من الموضوع الاهمال اللسه ممكن يؤدي. بتجي التركيبات ممكن يكون أنا أخطاء طبية، تركيب داخل اللسة كتير، والمريض إذا كان التركيب نظامي 100% المريض واجبه الوحيد هو تفرش الأسنان، المضمضة بعد الأكل، تنظيف اللسة، استخدام الخيوط بين الأسنان، هون قادر يحافظ على اللسة. بس صار ببلش التهاب اللسة بسيط بعد التركيب بيوصل لالتهاب نسوج داعمي أحيانا. طيب خلينا نحكي عن زراعة الأسنان بين الإيجابيات وبين السلبيات، شو بتخبرنا أكثر؟ ومين هنو الأشخاص اللي بيقدروا يزرعوا أسنانهم؟ من هنو للأشخاص والأعمار اللي ما بيحق لهم يوم يلجأوا لهذا العلاج؟ بالنسبة لزراعة الأسنان، هذا الحديث بطب الأسنان حاليا، زراعة الأسنان بتوفر علينا أهم شيء أنه نختصر خسارة نسج سني، يعني أنا إذا عندي فقط سن واحد أو سنين، فأنا بدل ما أعمل جسر طويل، الجسر بده الفراغ، بدي أعبي الفراغ، وجسر سن خلف الفراغ وسن أمام الفراغ، هون أنا رح أخسر نسج سنية، رح ضعف هدول الدرسين اللي أنا استخدمتهم للجسر، فهون بلجأ للزرعة، الزرعة حل أمثل، خلاص ما كان هذا الدرس أنا بعوض. الاعمار بالنسبه ما في اعمار محدده، يعني طبعا ما لنا ما نحكي بالاطفال، ما نحكي بالبالغين. بالنسبه للاعمار قادرين نعملها للكل. بالنسبه للحاله الفمويه ممكن احيانا يكون عندنا فقر بالعظم او فقد بالعظم، هون نحن فينا نعمل زراعه عظم او تطعيم، شيء اسمه تطعيم عظمي، وبعدين بنعمل الزرعه.
بالنسبه للحالات المضاد استضباب اللي هي مثلا عندنا نحن المدخنين او المهملين للصحه الفمويه، هدول مضاد استضباب نسبي، يعني اذا قدرنا نخلي المريض يلتزم بالنظافه الفمويه قادرين نعمل له الزرعه. بالنسبه للاستضبابات مضادات الاستضباب الرئيسيه هي السكري او الضغط او مرضى القلب. طيب دكتور، بعد التركيبات ممكن المريض بعيدا عن موضوع الحاله اللثويه والتراجع ممكن يصير عنده النخور، وهون الطبيب بده يروح لاجراء ثاني، يعني هل اليوم بترجع ممكن تضطر انك تكور، ممكن كيف علاج يعني؟ ودائما اللي بيعمل هي التركيب هو بحاجه لقص لثه او لا، او حسب طول الاسنان؟ لا، موضوع قص اللثه بالنسبه لشكل اللثه هو اللي بيحدد. لما بيجي المريض في منهم بتكون لثتهم كثير عاليه، فنحن بنضطر نعمل قص لثه قبل التركيب، وفي منهم بيكون عند لثه كثير قصيره بنضطر نحن نضيف على التركيبه لون مماثل للون اللثه مشان يعطينا الابتسامه الطبيعيه. فموضوع اللثه هذا هو. بالنسبه للنخور تحت التركيبات اذا المقصد منها بيكون كمان احيانا بيكون في فراغ بين التركيبه او اللثه، ممكن تصير تمرق اللعاب اي شيء، تصير تعمل نخور تحت الاسنان. هون نحن قدر الامكان بنحاول المعالجه المحافظه لهي الطريقه، انه نسحب التاج سحب بدون كسر، بدون انه ننزعه ابدا، نسحبه ومنعالج النخور، منعالج الحاله. احيانا ممكن يكون خراج عفونه او اي شيء، بنشيل منعالج ونرجع بنركب التل نفسه وترجع تركب نظاميه، اذا ما اضطرينا مثلا مثل ما حكيت حضرتك تكسير او نشيلها من الاساس. طيب بالختام لنضل محافظين اليوم على صحه وجماليه الاسنان، كل قد ايه وقد ايه نحن لازم نشيك على صحه الاسنان وتحديدا للاطفال؟ نسمع كل 6 اشهر، خبرنا اكثر، شو فيك تعطينا نصائح اكثر دكتور؟ بوجه النصيحه لكل المرضى، لكل الشباب الكبار او اهالينا او اي حدا، الزياره الدوريه على طبيب الاسنان كثير مهمه. يعني كل 6 شهور، كل 3 شهور زياره على طبيب الاسنان، ما راح تاخر اي حدا، والاستشارات مجانيه، يعني ما لها التكاليف او شيء لحتى يقول والله ما بحب. فنحن بيجي استشاره بنوضح له شو عنده ترتيبات، شو بده شغل، ممكن المعالجه المحافظه اللي حكينا عنها هي بس تعليمات العنايه بالصحه الفمويه داخل المنزل، يعني انه انت اهتم هيك بيمشي الحال، ومنوجهه للطرق اذا في طرق علاجيه. فالزياره الدوريه كثير مهمه. بالنسبه للاطفال انا بنصح الاهالي هنن يوجهوا اطفالهم، يعني انا بيجي بيعطي تعليمات للطفل انه فرش اسنانك، عمول كذا، شيل تمام، بس انا ما لازم بس اوجه له تعليمات، ما لازم اعطي نظري، انا مثلا فيني طبعاً. انا تماما انا بالبيت انا عم فرش اسناني، بابا حبيبي تعا فرش اسناني تشوف هيك بعمل، بعطيه محفز لحتى يستمر بالعنايه بالاسنان. هون انا بسست لاطفالي او اي حدا لاطفال انه صحه فمويه قدر الامكان تكون، إذا مش مو ممتازة تكون جيدة. نحن دائما نقول دكتور التشيك والمتابعة عن طبيب الأسنان والفحص الدوري هو يمكن بيخلينا نبعد عن مشاكل فموية جدا، ولكن نحن بنحب الحالات الإسعافية، يعني إذا ما رحنا هيك في ورمة بنروح. تماما دكتور، شكرا لحضورك اليوم لكل المعلومات يلي ذكرتها. الدكتور عزيز جورجوس أبو حامدة أخصائي في طب الفم والأسنان وجراحة، شكرا دكتور. أهلا وسهلا. شكرا لك دكتور لأنك صانع الابتسامة، واكيد نورت صباحنا لليوم. اهلا وسهلا، نور بوجودكم، يومك ابتسامي يا هايدي. شكرا لك ولكل حدا مرافقنا ورافقنا بصباحنا لليوم، وان شاء الله هيك الضحكه ترافق قلوبكم قبل وجوهكم، لانه دائما الابتسامه وقت بتكون من القلب بتظهر على وجهنا والعكس صحيح. نحن قادرين اليوم نرسم انه نحن بخير، ونحن ابدا ما نكون بخير. كونوا بخير كرمال حالكم، لاقوا بكره ومن هلا لوقتها كونوا بالف خير. باي باي. واكيد مثل ما بلشنا صباحنا معكم بابتسامه، اكيد رح نختمها بابتسامة معكم مشاهدينا. شكرا لكل حد تابعنا بصباحنا غير لليوم، وأكيد موعدنا بتجدد بكرة معكم بنفس التوقيت، ومن هلأ لبكرة تبقوا بألف خير. باي باي.